يا رب بقى، مش هلاقي اي حد يجي يمشي الفار اللي جوه ده. انا هتصل بالراجل بتاع الحاجات دي. الو، مستشفى؟ بعد اذنك، كان عندي فار في البيت. اعمل ايه؟ يا عم امال ايه، انا عندي فار. اعمل ايه؟ قلت له ايه؟ في الثمانينات، الثمانينات دي اتصل بتاع المبيدات. ايوه. خلاص بقى يا عم بقى، ما تزعلش. لا انا برضه قد جدك. هلا ماشي. سلام 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 سلام. ما كفايه بقى. سلام سلام سلام. هو كان اللي اتصل بتاعي بوبس مات. مبيدات 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 بتاع المبيدات مبيدات. السلام عليكم بتاع المبيدات، انا عندي فار في البيت، اعمل ايه عشان امشي؟ بتقول ايه؟ اقتله ولا امشي؟ عايزه يختفي. ايه تقول؟ انا مش اي حاجه، مش فارق، عايز يختفي وخلاص. بتقول ايه؟ انت جاي؟ طيب ماشي طيب ماشي ماشي، أنا مستنيك. ماشي ماشي. إيه ده؟ هو لحق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بتاع المبيدات؟ آه. فين الفار يا حاج؟ شايف يا حاج الشنطة دي؟ بسم الله ما شاء الله. إيه الشنطة الحلوة دي؟ دي ماما جابتها لك في العيد؟ يعني انا يا حاج الشنطه دي فيها كل الادوات اللي بستخدمها في الشغل بتاعي، يعني بمعنى اصح شغلي مش بيتم من غير الشنطه دي. يعني انا مثلا هروح اقتل الفار بالبتاعه دي. اكسكيوز مي يا حاج. اكسكيوزك معاك يا حبيبي. هلا يا فار، الراحه معايا يا فار. اي 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 ايه عملت ايه؟ ده الفرن مش طلع السلك زي ما كنت فاكر، ده تاني بتاع. بس ما تخافش يا حاج، مع سمعة سبيلة مفيش حاجة مستحيلة. الفرن ده مش محتاج الى العنف، العنف هو اللي هيمشيه، وانا طبعا بلعب مصارعة وما يهمنيش اي حد. بالك وحش سامعك. نعم. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشوف وشك بخير. ايه ده؟ فرد العجامد يا حاج. انا لازم اتصل على حميدو فاسو. حميدو فاسو ده اللي هعرف ياخد بطاري. اتصل يا حبيبي اتصل. اه يا حميدو فاسو، تعلم عليا يا جدع. الحقنا بسرعه تعالى. هو مين ده اللي علم عليك يا سمعة يا سبيلة؟ ياللي مفيش حاجة أبدا معاك تبقى مستحيلة. مين هو كده عشان أخش وكده أخش وأخش وكده؟ مين هو الراجل ده؟ لا 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 لا، ماليش دعوه خالص باللي بيحصل ده. لا تعلم عليا يا حميدو. ومين ده اللي علم عليك عشان اشرح؟ فور. نعم يا اخويا. فور علم عليا وخلاني اجيب دم. فين هو الفار ده عشان اخشه؟ جوه في الاوضه دي يا فار. مش هتعلى الصبح باذن الله. يا الاوضه ما حدا ضمك ده. ايه ده؟ فيها فار، فيها فار. ايه ده؟ الله 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 الله. طب بالراحه، طيب بالراحه. دي مش اقلاق فيران؟ لا انت ايه ده؟ ايه ده؟ كل السكينه ده تحت كل السكينه ولا ايه؟
لا 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 هو مين طفى النور؟ هو قال لي حسن هتلاقيني في المستشفى اللي كان ليكوا ده بإذن الله. الله يرحمك يا حميد. وبكده يا عم الحاج مش عايز فاضل الا حل واحد بس. حل ايه يا ابني؟ ان احنا نشوف طلباته ايه عشان يمشي، وانا بنفسي هروح اشوف الطلبات دي. ربنا معاك يا ابني. ده طلع فار طيب بشكل. ايه يعني هيمشي؟ هيمشي مقابل 10,000 جنيه و3 كيلو جبنه رومي اول كل شهر. قلبي قلبي يا سلام على الراحه النفسيه لما الواحد ينتهي من شغله. يا حميدو